بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البحث في قوة الإرادة ومعرفة المنهج الإسلامي في تنمية الإرادة وتقوية الإرادة وانما عبرت منهج لان هذا المنهج يشتمل على بعد نظري يعرف الانسان برؤية يزوده برؤية كاملة للكون والحياة وللاهداف الحقيقية في هذه الحياة وفي نفس الوقت ايضا يشتمل على برنامج عملي يتمكن الإنسان من خلاله إذا طبقه يتمكن من خلاله أن يتقدم في تنميته لإرادته، وذكرت في حلقات سابقة أن هذا المنهج يعتمد بدرجة أساس على أن الإنسان يشرف على نفسه، أن الإنسان يلتفت إلى نفسه، أن الإنسان ينظر إلى نفسه، لا يعيش الغفلة ولهذا نجد أن الغفلة من أشد الأمور التي ورد النهي عنها في الكتاب وفي السنة عندما الإنسان يغفل عن نفسه وتسرح نفسه تأخذه بالاتجاهات التي قد هو ليس مقتنعا بها لا يريدها وهذا يجربه كل أحد يعيش الغفلة نلاحظ على سبيل المثال كتاب الله العزيز وهو يحدثنا بخطوره الغفله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون يعني اي ذكر جديد مو فقط ما وردهم من ذكر سابق أي ذكر محدث جديد يستمعوه وهم يلعبون يعيشون حالة اللعب حالة عدم الجدية لا يأخذون الأمور بجدية لاهية قلوبهم القلب يعيش حالة له الغفلة وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هذه الحالة اللي يحاول الانسان ان يتخلص فيها من مقتضيات الجد، لا يكون جادا في وضعه، حالة اللهو، طبعا هنا اذا الانسان لاحظ خطورة اللهو وأن اللهو كيف يبعده عن ذكر الله عز وجل، وكيف يجعله شخصية غير جادة، شخصية ضعيفة، يمكن احنا راح نعرف جانب من سلبيات الاستماع الى الغناء والدخول في مواضع اللهو والتاثر في الاجواء اللاهيه التي نجد ان كثيرا منها تبث علينا في هذا العصر في عصر العولمه هنالك طوفان من الالهاء للانسان ياتيه من كل مكان. فاذا الانسان يريد ان يكون ذا اراده قويه يريد ان يكون جاد يريد ان يلتفت يريد يطلع من الغفله فهو بحاجه ماسه الى ان يلتفت الى نفسه وان يراجع نفسه بدون ان يكون عنده قدره على الاشراف على نفسه ومراجعه نفسه وذكر الله عز وجل ومقارنه نفسه مع الله عز وجل وهل ومسؤوليته وهل ان هذه النفس ادت مسؤوليتها مع الله او لم تؤدي هذا الامر يمكن ان يعني يعيش الانسان فيه مهاوي سحيقه اذا ما التفت الى نفسه وبقي مستمرا في الغفله. هذا الذي يعيش في الغفلة مثلا نحن إذا بقينا مع كتاب الله والإنسان وهو يتلو القرآن الإنسان وهو يقرأ القرآن الكريم هو بحاجة ماسة إلى أن يلاحظ هذه الآيات التي يقرأها ويستفيد منها ويأخذ منها عبرة في حياته حتى ما يصير قراءة للقرآن مجرد استعراض لألفاظ مجرد اهتمام بأن الإنسان يحصل ثواب لهذه لقراءة هذه الألفاظ قد يكون هو قراءة الألفاظ حتى إذا ما صارت عن وعي وعن التفات يمكن أن الإنسان ينال بعض الثواب ولكن إذا صارت عن وعي وعن تدبر وعن التفات يمكن أن يحقق بها إنجازات كبرى هذا الكتاب هو نهج الإنسان في حياته لاحظوا القرآن الكريم يقول هذا الذي يغفل عن ذكر الله هذا الذي يعشو عن ذكر الرحمن شنو هذا مصيره شوفوا القرآن يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هذا اللي يعيش حالة ال هو مو ما يشوف رب العالمين اللي يعشو يعني شنو مو ما يشوف ما يشوف زين مو احنا نقول هذا عنده عشو يعني شنو؟ يعني هو يشوف امامه شيء لكن ما يشوف زين، مو اعمى. يعشو يعني عنده غفله، يعني لا يلتفت الى الله عز وجل. الانسان اذا يريد يعرف نفسه ان هو ملتفت لو ما ملتفت، يشوف اصدقائه، يشوف قرناءه يشوف رفقائه، وين يوجهه؟ باي اتجاه؟ هو وين رايح معهم؟ باي سفينه راكبين؟ ووين ماشيين؟ القرآن يقول اللي يأش عن ذكر الرحمن والرحمن هما ذكر الصفة هذه العظيمة صفة الرحمة الإلهية ومن يعش عن ذكر الرحمن شنو هذا أثر هذا غفلت عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يصير عند يصير قرين الشيطان زين هذا من يصير قرين الشيطان بشكل طبيعي هذا أي شيطان المراد من عنده شياطين الإنس شياطين الجن، شياطين الجن والانس، بالنتيجة هذا راح يصير هو قرينه، وراح يصير هو الخليلة، وراح يصير هو صديقه، وراح يصير هو المرافق له. المرافقين، والاصدقاء، والاخلاء، علاقات الانسان، هذه العلاقات بشكل طبيعي إذا ما توجهت بالاتجاه الصحيح، هي تساعد على إضعاف إرادة الانسان. والإنسان وكثير من الناس إذا يراجعون حالات الضعف عندهم في ارادتهم وحالات الاخطاء التي ارتكبوها إذا يراجعون ذكرياتهم عن أخطائهم وعن السلبيات التي وقعوا فيها خصوصا الأعزاء الأحبة الشباب سيجدون أن رفقاء السوء وأصدقاء السوء هم الذين كان لهم دور كبير في إيقاعهم بهذه الاخطاء القران الكريم ايضا يعطينا منهج هذا الصديق الذي يكون مؤثرا بالانسان ويكون قريبا من الانسان هذا شنو نظامه القراني؟ القران يقول الاخلاء يومئذ وين يومئذ؟ يعني يوم القيامه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يوم القيامه كل واحد صاير سبب بإيقاع احد الناس بأخطاء فاحشة حينما يواجه عاقبة هذه الأخطاء يصير أعدى الناس له أكثر الناس يشعر بالعداء تجاهه وهذا الشخص الذي كان له تأثير في اسقاطه بمهاوي المعصية ومهاوي الخطأ فلهذا تقوية الارادة والالتفات إلى النفس لا يعطيها القرآن الكريم والإسلام العظيم لا يعطيها للإنسان كشعار فقط وأمنيات وإنما يعطيه منهج يأكد له كيف يختار الأصدقاء يعرفه كيف يبدأ ينبه الى انه كيف يلتفت الى نفسه كيف يراجع نفسه هذا الذي يغفل عن الله عز وجل ولا يراجع نفسه ولا يلتفت الى نفسه شنو راح يكون موقفه مثلا احنا عندنا روايه عن الامام الصادق عليه السلام عندنا روايه عن الامام الصادق عليه السلام يقول اياكم والغفله فانما من غفل فانما يغفل على نفسه هذا اللي يغفل مو يغفل عن غيره هذا هو يضيع مستقبله هذا هو يحطم حياته هذا هو يدمر نفسه ليش؟ لأنه ذنب واحد عندنا كما ورد في بعض الروايات ذنب واحد يمكن أن يرتكب الإنسان ولا يغفر له استغفر الله من كل ذنب إذا ذنب واحد في بعض الأحيان إذا ارتكب الإنسان ولم يغفر له يمكن أن يحرم به مئة عام من دخول الجنة وهو ينظر إلى أزواجه وإلى أهل بيته ممن سبقوه إلى الجنة يتنعمون في الجنة وهو في حسرة من ذلك لماذا؟ لأنه ارتكب ذنب واحد فيه من قضية بسيطة ال 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 هذا مشاهد قوة الإرادة التي نجدها عند أهل الإيمان الشخصيات القوية التي بنت نفسها وساهمت في بناء مجتمعاتها وسجلت ارقام قياسيه في القوه والثبات والصمود واصبحت قدوات على مر التاريخ هذه ما حصلت عند هؤلاء الناس اعتباطا هؤلاء كان عندهم مجرد حاله من التصبر والتجلد اللي هي ناشئه من فراغ لا اكو رؤيه اكو منهج عام اكو نظام هؤلاء التزموا به الامام الصادق من يقول اياكم والغفله فانما من غفل فانما يغفل على نفسه واياكم والتهاون بامر الله فان من تهاون بامر الله أهانه الله يوم القيامة أكو بعض الناس عندهم أمر رب العالمين هين ما له قيمة ما له أهمية يعني ما يأخذون أمر الآخرة وأمر الطاعة وأمر التقوى ما يأخذوا على محمل الجد يعني مستهترين بالموضوع يعني مستهونين بأمر الله عز وجل هذا الإنسان في يوم القيامة شو راح يكون حاله بشكل طبيعي أن الله عز وجل سيهينه في يوم القيامة لا يكون له قيمة عند الله عز وجل في الدنيا ما إلى قيمة وفي يوم القيامة أيضا لا يكون له قيمة عندنا مثلا في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حينما يتحدث عن الكفر يقول بني الكفر على أربع دعائم الفسق والغلو والشك والشبهة ثم حينما يأتي إلى الفسق اللي هو أول الدعائم يقول بني على أربع شعب بني على الجفاء والعمى والغفلة والعتو ثم يتحدث عن كل واحد من هذه الأمور أن أركز على الغفلة يقول ومن غفل جنى على نفسه اللي يغفل هو يجني على نفسه وانقلب على ظهره أصلا هذا سيعيش حالة الانقلاب على نفسه يعني اتجاهاته راح تصير معكوسة وحسب غيه رجدا يصور أن هذا بعد عن الحق وعن أهدافه الطبيعية يحسبها رجد هؤلاء الغافلين عادة يعيشون هذه الحالة يصور أنه هو ماشي بالطريق الصحيح وغرته الأماني يبقى دائما عايش بأماني وأحلام وإذا به فجأة يؤخذ على حين غره لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حينما تفاجئه سكرة الموت بالحاق الحديث طويل إن شاء الله نتحدث عن الكثير من الامور التي تساعد على ان الانسان يفيق من غفلته، كيف يتخلص الانسان من غفلته؟ الان احنا تحدثنا عن الغفله وما تؤثر من سلبيات، الان المرحله وصلت بنا الى ان نتعرف كيف نتخلص من هذه الغفله وكيف نفيق من هذه الغفله، ان شاء الله في الحلقه القادمه نوفق الى ذلك والحمد لله رب العالمين.